بعده بعده الرئيس شمعون عم بيعمل مشروع اكثر ما هو فيدرالي اكثر ما هو صيغه وثيقه الوثيقه الدستوريه. هلا من جهته الرئيس شمعون كان عنده موقف انه بالنهايه الياس سركيس موظف، والياس سركيس مش زعيم، والياس سركيس ما بيمثل المسيحيين، وبالتالي الياس سركيس مش قادر هو يحل يكون هو يعبي رئاسه الجمهوريه بتلك المرحله. وكانت ولا كان فيك تقول له كل هذا الكلام للرئيس سركيس عما يفكر به الرئيس شمعون، والعكس صحيح. فكانت العلاقه دائما على حد السيف، يعني فيها تكون مهتزه وتقدر تهتز بالمسألة. لا يكفي صمت المدافع لإعلان السلام. مع مرور الأسابيع الأولى من سنة 1977 شعر الرئيس سركيس أن لبنان يجتاز مرحلة هدوء خادع، فلجنة المتابعة العربية المؤلفة من سفراء السعودية والكويت ومصر وممثل سوريا لم تتوصل إلى اتفاق على تفسير اتفاق القاهرة المعقود العام 69، ولم تمارس ضغطا كافيا على الفلسطينيين للانسحاب وسحب السلاح الثقيل. في المقابل فإن الجبهة اللبنانية التي انضم إليها الرئيس سليمان فرنجي بعد انتهاء ولايته الرئاسية كانت تلح وتصر على تطبيق اتفاق القاهرة قبل أي وفاق لبناني داخلي، وتطالب باستيلاء قوات الردع عنوة على المخيمات الفلسطينية. كان الياس سركيس مقتنعا بأن كميل شمعون يدفع بالجبهة اللبنانية لكي تكون السلطة الظل أو الشرعية الأخرى على الأرض، وتيقن من شكوكه بعد خلوة الجبهة في دير سيدة البير في كانون الثاني 1977، إذ تبنت جوهر ورقة الوطنيين الأحرار، فدعت المقررات إلى استبدال النظام السياسي القائم على ميثاق 1943 بنظام لا مركزي تستطيع فيه كل مجموعة طائفية أن تعالج شؤونها الخاصة لا سيما التربوية والمالية والأمنية. اعتماد تعددية المجتمع اللبناني بتراثاته وحضاراته الأصيلة أساسا في البنيان السياسي الجديد للبنان الموحد، تعزيزا للولاء المطلق له ومنعا للتصادم بين اللبنانيين، بحيث ترعى كل مجموعة حضارية في جميع شؤونها، وبخاصة ما تعلق منها بالحرية بالشؤون الثقافية والتربوية والمالية والأمنية والعدالة الاجتماعية وعلاقاتها الثقافية والروحية مع الخارج وفقا لخياراتها الخاصة. كان كل شيء يفرق بين شمعون وسركيس، الطبع والماضي والخيارات. سركيس مع دولة مركزية وجيش واحد وجامعة واحدة وإدارة واحدة، وشمعون أخذته الخيبة من تجربة 1943 إلى إعادة النظر بهذه الصيغة، فراح يعمل على هذا الأساس في الداخل ومع الخارج، لدرجة دفعت بوزير الخارجية فؤاد بطرس وبطلب من الرئيس سركيس أن يسأل وزير الخارجية الأمريكية سايروس فانس عن حقيقة ازدواجية تعاطي واشنطن مع الدولة والجبهة اللبنانية في آن واحد. كانوا يحاولوا أن يسدوا هالعلاقة الموجودة مع بين الرئيس شمعون والأمريكان عن طريق شارل ميلك، وكانوا يحاولوا كتير أنه يقولوا للرئيس شمعون أنه حاول أنت يلي بدك حاولوا من عن طريقنا، ما تحاولوا منفردا. ولما شافوا بالنهاية أنه رئيس شمعون متمسك بأنه يخلق كيانية إله خاصة ويحافظ على دوره الخارجي مباشرة، صار في محاولة جدية أنه طلب واضح من رئيس سركيس، طلبه وقال له لفؤاد بطرس
انت بتطلب من الامريكان انه ما بقى يستقبلوا اي شيء من قبل الجبهه اللبنانيه. يعني وصلت لهذا الحد. اجج اغتيال كمال جنبلاط في 16 اذار 1977 مخاوف اليسركيس من هشاشه الهدنه القائمه. اما كميل شمعون فقد صدمه الاغتيال بقدر ما هزته ردات الفعل الفوريه التي اوقعت عشرات الضحايا المسيحيين الباقين في قراهم في الشوف. نهار اللي انقتل المرحوم كمال جنبلاط جيت لعنده عشيه، قال لي عزمني على العشاء. كان هو موت فرجانا، كان وجهه معبق لاخر درجه، ما قدر اكل يومتها، وكان حقيقه كثير كثير متاثر. تعجبت انا، يعني كدت قل له انه ولو ما هذا خصمك، وكل الفترة انه اوكي ما بتوافق على العنف، ما بتوافق على القتل، بس لهالدرجة زعلان؟ كان زعلان بكل معنى الكلمة يعني، وهي ما بنسيها. هذا المقاتل اللبناني الفلسطيني قد قال، قد قال من خلال البندقية، من خلال البندقية التي يحملها، ان هذه الارض عربية وتبقى عربية. رياح المتاعب أتت أيضا من الجنوب الذي لم تنتشر فيه قوات الردع العربية، فبقي ملعب صراع مفتوح بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية التي عزلت أيضا قرى وبلدات حدودية مسيحية نظمت الدفاع عن نفسها تحت قيادة الرائد سعد حداد وبمساعدة من إسرائيل عبر ما عرف بالجدار الطيب. سعد حداد كان يا أما سعد حداد موجود هناك، يا أما بدأت تترك العملية كليا بين إيدين الفلسطينيين. ففضلنا نحن أهون الشرين نكون في شخص اسمه سعد حداد اللي هو ماسك العملية هناك، بدل ما يكون العملية كليا تحت سيطرة إسرائيل. موقف الرئيس سركيس واضح أنه موضوع الجنوب يجب أن يعالج، وموضوع الجنوب هو جزء من معالجة واسعة بدها تصير، وما ممكن نقبل بأنه يستمر هذه العلاقة الموجودة بين الجيش اللي موجود هناك والإسرائيل. يعني كان عنده موقف مبدئي بأنه يجب إغلاق الجدار الطيب ويجب وقف هذه العلاقة، ولكن بالترجمة العملية ما كانوا كتير بعيد عن بعض. رئيس شمعون كان يعتبر انه هيدا الجيش الموجود هناك هيدا جيش لبناني، وانه كان يعتبر انه هذا الجيش اللبناني عم يدافع عن حاله، وانه هذه الارض هنيك الموجودة عم يدافع عنها، عم يدافع عن مؤسسات الدولة. هذا الجيش عم يدافع عن مؤسسات الدولة، المدارس والمستشفيات، وانه هؤلاء مضطرين يعملوا علاقة بالاضطرار. يعني العلاقة بإسرائيل هي علاقة الاضطرار وليست علاقة الخيار. في ظل هذه المعطيات المتحركة زار الرئيس شمعون دمشق في حزيران 1977، والتقى الرئيس حافظ الأسد الذي سأله عن تصوره لمستقبل العلاقات في المنطقة العربية بحكم خبرته الطويلة. كان جواب شمعون المتحفظ إنه بسبب الخلافات الراهنة لا يمكن سوى الاعتماد على الجامعة العربية كإطار رسمي، مع إمكانية تطوير علاقات خاصة بين سوريا والأردن ولبنان كبلدان متجاورة. في خليج العقبة في الأردن الذي انتقل إليه من دمشق للقاء الملك حسين وتحت شمس حرارتها 44 درجة، راح شمعون يرمي سنارته في المياه ويحلل ما قاله له الملك الأردني قبل قليل عن الترحيب بالتعاون العسكري والأمني والاقتصادي مع دمشق من دون الوصول إلى اتحاد كونفدرالي.